السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد ومعلومة مفيدة. النهاردة وفيديو جديد من أسرار برنامج كانفا. اللي بيشوفنا لأول مرة، عندنا سلسلة اسمها أسرار برنامج كانفا على القناة، فيها كل حاجة متعلقة بكانفا أب تو ديت محدثة. أي فيديو جديد بحطه في سلسلة أسرار برنامج كانفا علشان تكون مكان واحد فقط خاص بكانفا وكل ما هو جديد على كانفا، خصوصا الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. النهاردة هتكلم عن فيتشر جديدة للناس اللي بتركز على التكست اللي موجود على الصورة. في بعض الأحيان أنت بتحب الناس تركز على التكست، فعشان تركز على التكست كانفا موجود فيها في الابليكيشن ميزه جديده موجوده او ابليكيشن جديد موجود. لو رحنا للابس من الهوم بيج هبص الاقي تحت عندي في نيو اند نوت وورثي في حاجه اسمها تايب جريدينت، ومن الاسم كده تايب جريدينت هو بيضيف جريدينتس من الالوان للتكست. هنبص كده مع بعض ونشوف ازاي نقدر نستخدم هذه الميزه. اول ما بتدوس على تايب جريدينت بيوري لك الجزء ده هيبقى شكله عامل ازاي. ادي الجريدينتس مثلا هنا مجموعه من الالوان، الاورنج، اللون الفوشيا، اللون البينك، كلها موجوده في التكست نفسه. تقدر تتحكم في اللاين هايت اللي هو الارتفاع الخاص بالسطور، لو انت عندك كذا سطر ممكن تختار الفونت بتاعك، وكمان تقدر ان انت تتحكم في الجريدينت بتاعت الالوان. هنشوف مع بعض الكلام ده ازاي. هتدوس على يوز ان اكزيستنج ديزاين لو انت عندك ديزاين اوريدي موجود وعايز تحط عليه بس التكست، او يوز ان نيو ديزاين لو انت عايز تبتدي من الاول خالص. انا هروح ادوس على يوز ان نيو ديزاين وابتدي اختار التمبلت اللي هشتغل عليه. هفترض ان انا هشتغل على انستجرام بوست سكوير 1080 في 1080 بيكسل. هيفتح معايا كده من اول وجديد، وانا هنا هركز فقط على الجريدينت الخاصه بالتكست، فمش هحط اي صوره في الخلفيه. انا هنا هبص الاقي هيفتح عندي في الاتجاه الشمال بالمنظر ده كده، اعطيني من تكست هو اوريدي كاتبه لي، يعني what will you design today. لو انت عايز تغير هنا مثلا فممكن تكتب what will be مثلا. your فيديو هنا ممكن اعلم عليه واظبط الكتابه اكتر. هنا what will be your next video ممكن اخليه what will be، وهنا your next video سطر تاني لوحده، وممكن ان انا اخليه what will be لوحده your next video بالمنظر ده، بحيث ان يبقى عندي هنا كلمة واحدة اتنين تلاتة. اوكي، وهنا هبتدي ان انا اختار الفونت بتاعي، ممكن اسيبه زي ما هو او اختار اي فونت تاني. في عربيك فونت، في عربيك فونت لو احنا هنكتب بالعربي اي برضو اوريك، ولكن انا بشوفه في الانجليش امكانياته افضل او النتيجة بتاعته بتكون افضل، ولكن برضو انا هوريك في العربيك فونت. انت عندك هنا عندك اهو ده عربيك فونت وده عربيك فونت لو انت عايز تجرب. انا هروح اختار الانجليش فونت بتاعي مثلا اي واحد من دول، هختار ده على سبيل المثال اهو، او ممكن ده افضل، وارجع مرة تانية هيكون المنظر ده. انا ملاحظة كده ان اللاينز لازقة في بعض شوية، فممكن ان انا اللاين هايت اتحكم فيه بالمنظر ده كده، وممكن بعد كده كمان العب بقى في الالوان. هنا الالوان دي كانها كده، ده بالظبط كده الباليتة بتاعت الالوان. في ثلاث الوان موجوده في التكست، اللون ده واللون ده واللون ده، الازرق والموف واللون اللي هو معرفش بيسموه اللون الجنزاري تقريبا. فانت ممكن تتحكم في الالوان. فنفترض مثلا انا طبعا لو رحت دوست كده في اي مكان هزود عدد الالوان. هنشوف مع بعض. هنا انا ممكن اتحرك اخلي اللون مثلا على سبيل المثال اللون الاخضر، ممكن هنا اسيب اللون هنا زي ما هو، ممكن ارجع مثلا هنا ابتدي ان انا احط لون تاني وهكذا. طبعا ايه مش معنى كده ان الالوان دي هي اللي ماشيه مع بعضها، ممكن ارجع هنا ادوس ازود شويه لون، وهنا ممكن ارجع ازود لون كمان
ادي اهو الالوان، شايفين النقطه دي والنقطه دي، اقدر اتحكم اهو في الجريدينت بتاعه الالوان من خلالها. انا هنا بس اخترت الالوان، فممكن اهو بالمنظر ده اخليه كله اخضر او اخليه بالمنظر ده، اتحكم في الالوان اهو مثلا. وبعد كده ببتدي اقول له اد تو ديزاين، فلما اعمل اد تو ديزاين هيبتدي يضيفولي بالمنظر ده. هنا الناس هتقول لي طب الفونت سايز مش موجود ليه؟ انا اقدر اتحكم اهو بالمنظر ده، انا بتعامل هنا معاه لما يتحط كانه بالظبط اليمنت عنصر بقى. فهنا اقدر ان انا مثلا اكبره واصغره، اعمل له ريسايزنج زي ما انا عايزه بالمنظر اللي انا شايفاه ده، واقدر اعمل له انيميت كمان لو انت هتعمل بوست فيه انيميشن، فاقدر ان انا اعمل له انيميت بالمنظر ده. لو انا رحت تاني عايزه اغير في الالوان، برجع مره تانيه للاديت، ممكن اغير في الفونت مثلا. هنا ممكن اروح اخلي الفونت بتاعي فونت تاني خالص، مثلا على سبيل المثال ممكن اخلي الفونت بتاعي الفونت ده، وابتدي ان انا اغير في الالوان لو حابه. وفي الاخر خالص اقول له ابديت اليمنت، فهيبتدي يعمل لي ابديت للاليمنت. حتى لو انا عايزه اغير في الهايت هقول له تاني ابديت اليمنت، هيعمل لي ابديت للاليمنت بتاعي. وابتدي بقى عادي اشتغل على البوست، اروح بقى لي الفوتو او الصوره اللي انا رفعاها، وابتدي ان انا احط الصوره اللي انا رفعاها عادي جدا كست ايمج باك جراوند. ولو حسيت مثلا ان الباك جراوند بتاعي الالوان بتاعته مثلا مش ماشيه مع التكست، ممكن اروح اغير في التكست نفسه، اروح تاني واعمل اديت واختار الوان تانية وهكذا. اجي هنا مثلا اختار اللون الغامق شويه، اجي هنا في النص اختار برضو لون غامق شويه، هنا برضو اختار لون غامق شويه اهو. هبص الاقي بصوا الالوان لونها اغمق جدا اهو بالمنظر ده، واعمل تاني ابديت للاليمنت بتاعي. هبص الاقي اهو الكتابه شويه بقت واضحه، وهكذا لحد ما اظبط التكست بتاعي او الجريديانت تكست بتاعي على الصوره بتاعتي. ده بالنسبه لفيتشر النهارده والابلكيشن بتاع النهارده تايب جريديانت من كانفا. اتمنى تكون معلومه النهارده عجبتكم، واشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناه كل يوم موقع جديد. وزي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو بتشوفونا لاول مره، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.